الرحيم. الأعضاء ديال جريدة شموس بريس كتضامن مع الأخ محمد صابر على هذا الاعتداء الثاني على تعرض من طرف باسا وشلال. احنا بالنسبة لنا هذا الاعتداء إذا راه ماشي تعرض له الأخ ولا الزميل محمد صابر، راه تعرض له جسم الصحفي على الصعيد الوطني. هذا هو بالنسبة احنا لينا، احنا ماشي محمد صابر هو اللي تعرض لهذا الاعتداء، الجسم الإعلامي على الصعيد الوطني. إن إذا ما كانت شي حاجة اللي غتحد من هذه الظاهرة هذه، راه يعني غيكون الصحفي بحاله بحال واحد نقولوا اللي جاي يمسح فيه رجليه. ولهذا احنا كنطلبوا من الجهات المسؤولة باش تطبق الصرامة على هاد الناس المسؤولين على هاد الخروقات اللي كتكون. والسلام عليكم ورحمة الله. حمزة مزلف، صحفي وجمعوي وحقوقي من موقعنا، نؤكد استنكارنا الشديد للممارسة اللا إنسانية التي قام بها باشا مدينة ويسلان. ونؤكد أننا لسنا في عهد سنوات الرصاص، وأن الحال قد تغير، وأننا في عهد جديد في دولة ديمقراطية، في دولة الحق والقانون، في دستور جديد. ونعلن عن سنسطر برنامجا نضاليا تصعيديا للتنديد على مثل هذه الأشكال التي يقوم بها رجل سلطة وممثل الذي يسهر على تطبيق القانون. فنلاحظ أنه تم خرق للقانون ومس الجسم الصحفي الذي يقوم بدوره ومهامه. وشكرا. المجتمع المدني تمنوا التضامن ديالنا مع مشروع مع الأخ محمد الصابر كصحفي، الاعتداء الخشين من طرف باشا مدينة ويسلان. وبهذه المناسبة هذه الصحافة ليست جريمة. السلمي مصطفى، رئيس الجمعيه المغربيه للصحافه والاعلام الرقمي. حنا بدورنا كنددوا بهذا الفعل الشنيع اللي قام به السيد باشا ويسلان، وما قدرش انه يعتذر على هذا الفعل هذا بحكم انه تم الدفع ديال الاستاذ صابر داخل واحد الجلسه عموميه ديال الدوره ديال ويسلان. وكذلك اعاتب من خلال هذا الحوار هذا كنعاتب جميع مكونات مجلس ديال الجماعه ديال ويسلان، لان ولا واحد فيهم انه حرك سكينا داخل هذه الجلسه هذه، انه يقول بان هذا الفعل اللي قام به السيد باشا راه عيب. والحمد لله كاين مستشارين اللي هما داخل هذه المجلس هذا اللي هما غيرون على هذه الجماعه هذه، وقاموا كذلك بالتنديد بهذا الفعل الشنيع هذا. كذلك فالجمعيه من خلال الجمعيه، فالجمعيه غتقوم بمراسله ديال السيد ولي جهه فاس مكناس، وكذلك السيد عامل عماله مكناس على هذه الممارسات اللي كيقوم بها السيد باشا داخل هذه المدينه هذه في حق الصحفيين اللي هما ناقلين الخبر للسكينه اللي صوتت على هذا المجلس هذا. وشكرا.